لبيت دعوة فريق تطوعي في بلدة إسقاط مشان أعطيهم دورات ومعلومات بالنسبة للقاحات وأهميتها في التصدي لجائحة كورونا، بالإضافة لاتباع أساليب الوقائية ولم التباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين وتعقيم الأماكن والأسطح في الأماكن العامة، بالإضافة إلى مواجهة الشائعات ونشر الوعي بين الناس لتلقي اللقاحات لنحقق أكبر نسبة استفادة باللقاحات ونكسر الجائحة ونخفف أعداد الوفيات والإصابات في المنطقة إن شاء الله. نحن من تنسيقية إسقاط ضد الكورونا متطوعين طبعا، عملنا قائم من سنة غير مأجور، شباب طبعا الله يعطيهم العافية بيطلعوا بيعقموا جوامع وبيعقموا المدارس، ونحن بنطلع جلسات توعية بنوزع كمامات وبنطلع جلسات توعية مشان اللقاح ومشان بننشر الوعي بين الناس مشان الأمراض مرض الكورونا. طبعا عطول بنطلع جلسات توعية مشان ننشر الوعي بين الناس ومشان يعني مشان هالجائحة هي تخف، لأن صارت عنا جائحة كتير كبيرة نحنا وصار عنا عدد وفيات كتير كبير بسقاط، صار عنا عدوى كبيرة كبيرة، يعني ما في بيت إلا فيه مريضين وثلاثة. وهلأ حتى السيتامول ما بقى بيلتقى على المزبوط من كترة، والأكسجين ما بقى بيلتقى على المزبوط من كترة المرض. عم نحاول نحنا قدر الإمكان إن نطلع وننشر الوعي بين الناس وإقناعهم مشان اللقاح ومشان خفف التجمعات.